كنت مثل ما قلت لكم هذا البيت اليوم كان وصية غسان وغادة تويني انه يكون متحف، لهيك اسمه بيت الشاعر، لانه هي بلشت تكتب هون. بلشت تكتب قصايدها هون، وكل قطعة كانوا عم يشتروها وبراسهم انه تيكون في متحف يعني للناس. هلا فرجيكم كمان المكتبة تحت، تفضلوا نوقف شوي هون فرجيكم المنظر. واو. من فوق شو حلو فؤاد، وقت تطلع هيك على بيروت من فوق، بيروت اللي كتبت عنها نادية تويني، هيك شو بتقول اليوم؟ ليك بيروت كل عمرها بتحسيها هيك مدينة تناقضات، وهيك مشان هيك بيكون في ميكست فيلينجز. يعني أنا تجي بيروت، بيروت مغروم فيها، أيام بوعى مش طايقة وبدي فل وبدي أعمل، برجع بقول لا بهيدي المدينة مغروم فيها. بحس قد ما تعذبت هالمدينة وناس هالمدينة، قلبي بيفرك. كيف وقت أنت تشوفي حدا عم يتعذب أو قلبي بيفرك، لأنه بشوف أنه قدي في بوتنسيال معقول يكون وشو عم يطلع من هالمدينة. فبحس هيك أنه فريستراسيون، أنه ليه 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 هيك عم بيصير. ميشيل، اليوم أنت أغلبية شغلك صار برات لبنان، مع الوضع هناك وقتها تبرم تشوف دول تانية وين صارت، تشوف الفن كيف عم بيتم تقديره هيك، وترجع هيك توقف بالليل تطلع وتشوف بلدك هيك، شو بتحس؟ ليك أنا بيجعني قلبي، يعني أنا ما في شيء بيفللني من لبنان كان إلا الأمن. يعني ما حدا رح يموت من الجوع، بس أنا خلقت بالـ76، يعني بالحرب وجهي ما كان حلو سنتي ما كانت حلوه على لبنان. ما بدي اولادي يكبروا على صوت القذيفه، انه هلا كنا نعرف نحن وصغار انه قطعت هلا، انا خلص ما قطعت عليهم، قطعت انه هلا لا، هلا سمعنا ديبار، هلا الاريفي عنا. يعني هيدي هي الشغله الوحيده اللي فيها تفللني. بعدين انا ما فليت، انا ما بعنا كل شيء عنا هون وفلينا على استراليا، لا نحن هون بالدول العربيه عم نلعب، يعني بين مصر بين دبي، بس انه عائلتك بعدها بلبنان؟ عائلتي لليوم بلبنان، بس انه نحن مش بيروت. اكيد لو بيروت اكيد كنت هرتهم بيروت. يعني انا عشوائيه بيروت ما بروح، يعني انا بخاف، انا بعد بموت ببيروت، انا مرتي من الاشرفيه. يعني اتس ما بدي يعني عاده نحكي هيك، بس لانه هلا شوي عتمت هيك بنحكي كمان عن طفوله كل شخص، لأنه أنا هيك قضيت جزء من طفولتي بهالبيت. فاليوم هيك إذا بدي أرجع لك فؤاد، هيك شو بتتذكر من طفولتك؟ ليكي أنا ربيت ببيت شباب، وكيف أنا ابن ضيعة، وما بحياتي ظهرت من بيت شباب لحد ما نزلت على معهد الفنون، فكان هيك نقلة كتير غريبة. أكتر شيء بتذكره بطفولتي هو كنيسة مع ساحة اسمها ماريو حنا، لانه فيها هنيك كل ذكرياتي، لانه هيدي الساحه انا مضى فيها وقت اكثر من مضى ببيتي، صيف شتاء. يعني كان عندنا هيك هالجروب الاصحاب، بكل يوم كل يوم كل يوم بنلتقى 4-5 ساعات نقعد بساحه الكنيسه. فهنيك تعلمت كثير، واكثر شيء تعلمت اني فعلا اكون حابب الحياه واضحك، لانه كنا نضحك كثير، فكل طفولتي كان فيها كثير ضحك وكثير سلايه، فبعده هذا الشيء حامله معي. اصلا بيت شباب هيك من احلى ضيعة بلبنان. يعني اليوم بيوتها الاركيتكتشر مثل هون اركيتكتشر لبنانيه، صح هيك صح، وبعدها محافظه على هذا الشيء. يعني اليوم بتفوت على بيت شباب، اوكي في كم بنايه فيك، بس بعدك بتشوف البيوت الحجر هذا الشيء. مشان هيك انا عايش هونيك هلا، وبدي ابني يعيش الاكسبيرينس اللي انا عشتها. يعني ميشيل، شو بتتذكر من طفولتك؟ لك شغلتين. انا الطفوله اول شيء عندي كان، يعني الله يخليهم، بي وامي، عندي احلى بي واحلى ام بالعالم. سو نحن بيتنا كان حب وحنان، وكل القوه اللي عندنا اياها هلا هي من طفولتنا. بس من ميله ثانيه كمان، انا بي كان كثير كثير قاسي بالموسيقى، بيعرف معلمنا بالمدرسه. بيك معلمه بالمدرسه، صح؟ بيا مدرسه سانكر بيت شباب، معلم 30 سنه كلنا اكلين كوب. هلا فيك تنتقم منه هلا بالحلقه. بقى بي كان خلص راقد، يعني طلع على البيانو، يعني نحن عايشين بالملجا كنا سماتس و ترنيب، وطلع على البيانو. سو انا اطلع ارجع وقت اسمع شوي صغيره قصف بلش، ارجع اركض لتحت، ارجع اطلع ارجع اركض. اصلا انت حب الموسيقى اجى من بيك؟ ايه، اول شيء كان بالقوه. يعني من عمري انا 4 سنين بلش
قاسي يعني على 7-8 سنين صرت انا مش ما بحبه بس انه حدا خلص انه كثير إيه؟ علي بالقوه ما بدي عرفت علي سو انا مع اولادي مش عم بعمل هيك انت عندك بنتين صح وعندي وبعدين على وقت صار عمري 11 12 13 صرت انا بروح على الكونسرفاتوار المايا بالصف عمرها 25 وانا عمري 13 خلص عرفت انه اعطيني شيء غالي كثير يعني اعطيني يعني انا لو ما منه انا ما كنت هون اليوم يعني ما كنت كل ما اعمل شيء اعمل شغله نضم ميوزك تنزل من هون اعمل شيء بعده قاسي لليوم لا لا, لا 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 صار ولك هو تغير على الاخر وقتها صار عندي انا اولاد يعني اذا بيقعد انت بتعرف عندي بنت اسمها ميشيل انا سو ماريا وميشيل بس مش على اسمي على اسمك بس انا بحب اسم ميشيل لبنت اكثر من لشاب انا سو لا هلا جده يعني هلا لا جده جد البنات يعني اصلا قلت لي انه قبل ما رجعي على البيت وكان لانك عمرك 13 سنه وكان يدق بهالعمر يعني كان ماشي ما كان حتى شاب الجينيوس هلا حن